يطلق على مجموعة الأجناس ذات الخصائص المشتركة: ألف رتبة، باء فصيلة، جيم نوع، دال شعبة. أحسنت، الإجابة فصيلة. تصنف المخلوقات الحية حسب الترتيب التصنيفي كما يلي: فوق مملكة، مملكة، شعبة، طائفة، رتبة، فصيلة، جنس، نوع. وبذلك يكون أعلى التصنيف فوق المملكة وأدناه النوع. يكتب الاسم العلمي على كلمتين: الأولى اسم الجنس وتبدأ بحرف كبير، والثانية اسم النوع وتبدأ بحرف صغير، ويكتب الاسم العلمي بحروف مائلة. وكمثال على ذلك يكتب الاسم العلمي للضب المصري بهذه الطريقة: يوروماستيك إيجيبتيا. اشترك معنا في القناة.